بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية السنة أولى إعدادي نستأنف مع الفعل لو فيرب. إذن طبعا رأينا في المسابق النص يك أن جنوم إلى آخره من ضمن الأسئلة اللي كانت مطروحة إذا نزعنا الأفعال من النص هل ستؤدي هذه الجمل معاني؟ شنو كنا لقينا من اللي حذفنا من كل جملة جملة حذفنا منها فعل؟ واش بقى ديك الجملة تتأدي معنى؟ واش بقينا تنعرفوا اشنو تيوقع؟ ها؟ هذا الأفعال تيعطيناش معنى، ما تيعطيناش معنى، ما تنعرفوش اشنو حدث بالضبط. إذن هنا خلاصة لو فيرب إتامو فاريابل، لو فيرب إتامو فاريابل يعني أن الفعل هو واحد الكلمة متغيرة، فهمتوا ولا؟ ماشي بحال الأسماء. مثلا تنقولوا إن غاغل أو أن ستيلو، إن غاغل أو أن ستيلو أو أن نالاف إلى آخره، هادو أسماء تبقاو كما هما، فاش ما استعملتيهم تبقاو هاد الأسماء، هاد الأسماء ما تتغيرش. ولكن بالنسبة للأفعال تتغير لحسب الاستعمال ديالها في البريزون، في الباسي كومبوزي، في لامبارفي، ولحسب كل ضمير، حقاش عندها أزمان، ولحسب كل ضمير إلى آخره، تتغير. الحمد لله، بحال دابا تنقولوا جوفي، تو فا، إيل فا، نو زالون، لو فيرب آلي كيفاش تتغير؟ والضمير تتغير مع الضمير، وتتغير مع مثلا جيغي في الفيتور سامبل، جيغي يعني غنمشي. إذن لو فيرب آلي تتغير، وكذلك جميع الأفعال. إذن لو فيرب إتامو، الفعل هو كلمة فاريابل، فاريابل يعني أنها متغيرة، كي فاغي، التي تتغير. الحمد لله. إلي لو مو سونترال دون فخاز فيربال، إلي لو مو سونترال دون فخاز فيربال، يعني هو الكلمة المركزية. تنتكلمو على لو سونتر، تنتكلمو على لو سونتر، لو سونتر يعني المركز، لو سونتر دون سيركل يعني مركز الدائرة. إذا عندنا إلي لو مو سونترال، هو الكلمة المركزية دون فخاز فيربال، هو الكلمة المركزية لجملة فعلية. إذا تنتكلم على جملة فعلية فيها فعل، إذا هذا الفعل تيكون هو الكلمة المركزية في هذه الجملة، بدون هذا الفعل هذه الجملة ما غيكونش عندها معنى. On distingue la verbe d'action et la verbe d'état، إذا on distingue يعني أننا نفرق، on distingue la verbe d'action يعني أننا نفرق. كما لو نقول أفعال الحركة أو أفعال الفعل الحقيقي على الأرض ألا فيرب ديتا، وأفعال الحالة. هنا بطبيعة الحال تنتكلموا على كوننا تنفرقوا بالأفعال ديال الحركة وبالأفعال ديال الحالة. ما معنى الحالة؟ أفعال ديال الحركة شفنا بعض الحالات، يعني أفعال الحركة يعني هي اللي تمثل واحد الفعل وقع وصدر من الفاعل. تنتكلموا على افعال الحركه او افعال يعني الفاعل تيكون دار شي حاجه، قام بواحد الفعل. هنا لو فيرب ديتا هادو افعال الحاله، تنتكلموا على واحد الافعال تتوصف لنا واحد الحاله معينه ديال واحد الشيء او ديال واحد الشخص مثلا، ياك؟ اذا لي برومي شنو المقصود بها؟ اول لي برومي يعني الاولين، شكون هما الاولين؟ Les premiers exprimés. شكون هما الاولين؟ اكسبريم. لا، لي فيرب داكسيون. تنتكلموا دابا على لي فيرب داكسيون ا لي فيرب ديتا، تنتكلموا على جوج الانواع ديال الافعال. الحمد لله. دابا نتكلموا على الاولين، شكون هما الاولين؟ لي فيرب داكسيون. لي فيرب داكسيون. اذا لي برومي يعني لي فيرب داكسيون اكسبريم، الاولين مالهم؟ اكسبريم معبرين، تعبروا او بيان ديكريف، تشعر. اكسبريم سي لو فيرب اكسبريمي، ديكريف سي لو فيرب ديكريغ سي لو فيرب ديكريغ. تنتكلموا على لا ديسكريبسيون يعني الوصف. هنا تنتكلموا على افعال تعبروا او توصفوا. اشنو تعبروا او توصفوا؟ لاكسيون. فهمتي؟ تتكلموا على الحركة أو لواحد الفعل
حقيقي فات فهمتي لاكسيون فات او سوبي بار لو سوجي فهمتي ولا اذا هنا الافعال اللي تنقولوا عليهم بانهم لو فيرب داكسيون اشنو تيعملوا يا اما انهم تعبروا يا اما انهم توصفوا اش توصفوا الفعل الحقيقي ديال الارض فات تنتكلموا على الحركه المفعوله ما معنى المفعوله اللي دارت اللي دارت او بيان او سوبي او سوبي شنو هي سوبي يعني انها تلقات يعني تلقيت ما معنى تلقيت تلقات اذا واحد السيد تضرب واحد السيد تضرب او واحد الدار تهدمات واش هاد الدار قامت بشي فعل واش قامت هي بشي فعل لا هي تهدمت الفعل دار الفعل الفعل دار عليها اذا تنتكلموا على او سوبي يعني انها تلقيت يعني تنتكلموا على واحد لاكسيون انها صدرات او تلقيت يعني انها تلقات باغ لو سوجي يعني من طرف الفاعل الحمد لله ما تنتكلموا مثلا على لا ميزون اي ديتخويت يعني ان المنزل هدن اذا هنا نتكلموا على واحد لو سوجي كي سوبي اون اكسيون تنتكلموا على واحد الفاعل الذي تلقى فعلا تلقاه من واحد الفاعل حقيقي اخر الحمد لله ولكن احنا من خلال الجمله لا ميزون اي ديتخويت يعني ان المنزل هدن في حدود الجمله اللي عندنا عندنا فقط لا ميزون وعندنا الفعل ولكن هذا الفعل هو صدر على هذا المنزل اذا هذا المنزل هو تلقى هذا الفعل الحمد لله اذا نتكلم على لو فيرب سوبير سوبير يعني انك تتلقى واحد الفعل اذا لي بروميي تنتكلموا على لو فيرب داكسيون اكسبريم ديكريف يعني انهم تعبروا او توصفوا اش توصفوا او تعبروا على شنو لاكسيون فات على واحد الفعل دار او سوبي او انه تلقى باغ لو سوجي يدار الى فعل عندنا واحد الفاعل يا اما انه تلقى الفعل يا اما انه هو صدر منه الفعل يا اما إذن هو اللي دار الفعل ولا الفعل دار له الافعال افعال هذا هو المهم اللي تتوصف لنا هذا الشيء تتسمى دي فيرب داكسيون الافعال اللي تتعبر او تتوصف هذا الشيء هذا تتسمى سوسون دي فيرب داكسيون بحال اللي ان رومون يعني هو يقرا قصه ياك اللي ان رومون هو يقرا روايه او قصه اللي ان رومون ولت تصدر من الفعل هو صدر منه الفعل اذا هاد الفعل صدر من هاد ايل فهمتي دابا نمشيو للحاله الثانيه لارب لارب اي سوكوي بار لو فون الشجره الشجره رجت بالريح فهمتي لاغبغ دار عليها اذا لاغبغ هنا لاغبغ اي سكوي بار لو فون يعني ان الشجره رجت بالريح ياك اذا تنشوفوا هنا بان لاغبغ سائل كي سوبي لاكسيون كما لو نقول هو الذي تلقى هاد لاكسيون طبعا لاغبغ باللغه الفرنسيه كلمه مذكره ماشي بحال اللغه العربيه تنقولوا الشجره باللغه الفرنسيه كاننا نقول الشجر هو اسم مذكر لي سوغون هنا شنو هو لي سوغون شنو هو لي سوغون لي سوغون يعني لي دوزيام لي دوزيام شنو هي لي دوزيام تكلمنا على لي بروميي هو اولا يعني هما الاولين الاولين علاه تكلمنا لي بروميي شكون هما هما لي فير لي فير داكسيون لي سوغون سي تادير لي دوزيام دوزيام سوسون سوسون لي فير لي فير ديتا تنتكلموا على جوج الانواع ديال الافعال هنا لي فيرب داكسيون وتكلمنا عليهم شنو هما هما اللي تيوصفوا او ولا تدار هما اللي تيوصفوا او تعبروا على واحد الفعل صدر او تلقاه الفاعل فهمتي دابا غنتكلموا على لي سوغون سيتادير لي دوزيام فيرب دابا غنشوفوا لي سوغون كاننا نقول لي دوزيام يعني التانيين المجموعه الثانيه ديال الافعال لي سوغون ديكريف ليطا دون لوكال سو تروف لو سوجي اذا الافعال التانيين يعني كاننا نقول المجموعه الثانيه من الافعال ديكريف يعني انهم يصفون ماذا ليطا دون لوكال سو تروف لو سوجي
يعني أنهم يصفون الحالة التي يوجد فيها الفاعل. فهمت ولا؟ عندما نقول مثلا لو اي لامبيد سيتادي كولو اي كلير كلير اي اي ترانسبارون، يعني انه شفاف. فهمتي؟ اذا المقصود هنا بان الماء صافي. لو اي لامبيد، اذا نتكلم عن الماء صافي، اذا المقصود لو اي ترانسبارون يعني انه شفاف، لو اي كلير يعني ان الماء واضح كما نقول، ولكن المقصود بان الماء صافي. اذا ملي تنقولوا الماء صافي إلى أمبيد، شوفنا فين هو الفعل هنا؟ لو إلى أمبيد فين هو الفعل هنا؟ لامبيد لا، لامبيد هذاك راه وصف. هذاك الفعل هنا سي لو فيرب اي واش هو اتر. لو فيرب اتر هو من الافعال ديال الحاله. فهمت ولا لا؟ تقصد هو تقصد الحاله هو. لو فيرب اتر في بارتي او فيرب داتا، تنتمي الافعال ديال الحاله. تنقولوا بان الماء هو حالته صافيه. كيفاش داير الحاله ديالو؟ صافيه. أيه. اذا ملي تنقولوا اذا لو ايلامبيد، ملي تنقولوا مثلا il paraît triste، هنا فين هو الفعل؟ هو الفيرب triste. ها triste استنى ادجكتيف، اذا هذا وصف. اذا فين هو الفعل؟ هو paraît. باغي سي لو فيرب الاصل ديالو باغي باغيتر سي لو فيرب باغيتر. شنو باغيتر؟ يعني ظهر بدا. تنقول واحد السيد يبدو وهم صرف على باغ. اذا لو فيرب باغيتر يعني بدا او ظهر، تظهر بواحد الشكل معين. فهمتي؟ ظهر يعني انه يظهر بشكل معين. اذا عندما نقول il paraît triste يعني هو يظهر، يظهر كيف؟ حزينا. إذن واش هو قام بشي فعل؟ واش هو قام بشي فعل؟ إذن إيل واش قام بشي فعل هنا؟ لا. عندما نقول أحمد باغي تخيست، أحمد يظهر حزينا، أحمد واش قام بشي فعل هنا؟ قام بالحالة. قام بالحالة؟ يعني مفروض عليه أنه غيبان حزين لظروف ما. إذن واش هو قام بشي فعل من تلقاء نفسه؟ لا. إذن ما قامش هو بشي فعل. كو كان فعل كامل كان أقدر ما يديروش، عنده الخيار بانه ما يعملوش. اذا هنا يبدو حزينا، تيبان حزين. هو يبدو حزين. بحال تيبان حزين. تيبان حزين ويقدر يكون العكس. يقدر يكون هو ماشي حزين ولكن حنا تيبان لينا بانه حزين. اذا لو فيرب باغيت خنا سي ان فيرب ديتا، سي ان فيرب ديتا هو فعل الحاله. فهمتي؟ رومارك يعني ملاحظه. سيغتان فيرب ديتا اكسبريم ديكريف ان شانجمون سي تادير لو باساج دان ايتا un autre, devenir, grandir, se transformer, se solidifier, etc. Et dans بعض الأفعال، أشنو تتوصف لنا؟ تتوصف لنا التحول، تحول من حالة لحالة. مثلا petite graine deviendra grande. Petite graine مثلا petite graine deviendra grande. حبة صغيرة أصبحت كبيرة. عندي أو بدرة، بدرة صغيرة أصبحت كبيرة. اشنو تنتكلمونا؟ واش هاد البدرة قامت بشي فعل؟ الحالة ديالها اللي تطورت، فهمت ولا؟ أنها كانت صغيرة وأصبحت كبيرة. إذن هاد لو فيرب دوفونيغ هي مصدر منها حتى شي فعل، غير الحالة ديالها هي اللي تغيرات. إذن هاد لو فيرب دوفونيغ تيوصف لينا التطور ديال الحالة ديال هاد البدرة، فهمت ولا؟ إذن نتكلم عن بوتيت غران دوفياندغا غوند. إذا نتكلم عن حبة صغيرة أصبحت كبيرة. فهمتي؟ إذا هذه هي لا غومارك اللي عندنا هنا. سيغتان فيرب ديتا إكسبريم ديكريف أن شونجمون سيتادير لو باساج دان إيتا أن أوتر. إذا بعض الأفعال تيعبروا تيوصفوا لنا واحد التغير أن شونجمون. تنتكلموا على لو فيرب شونجي، شونجي أنك تغير، شونجي يعني أنك تبدل أو تغير. إذا نتكلم عن أن شونجمون يعني تغيير. سيتادير لو باساج دان إيتا un autre. المقصود c'est-à-dire يعني المقصود le passage d'un état à un autre، المرور من حالة إلى أخرى. مثلا devenir أصبح يعني هو كان وأصبح، grandir كبر يعني كان ولا، فهمت ولا؟ كان صغير وكبر، ثم se transformer يعني تشكل أو تغير شكله. فهمتي؟ إذا كان في واحد الشكل ولا في واحد الشكل. إذا نتكلم عن الحالة. ثم se solidifier يعني أنه تصلب، يعني أنه كان رطبا ثم أصبح صلبا. فهمتي؟ إذا نتكلم عن
سو سوليديفي اذا نتكلم عن سو سوليديفي اذا نتكلم عن تصلب كما نقول. اذا هذه الافعال كلها واخرى طبيعه الحال عندنا اتسيتيرا واخرى انها توصف لنا وتعبر لنا عن الحاله او التغير في الحاله. اذا خاصنا نعرفوا بان الافعال هي نوعان، الافعال لي فيرب ديتا ثم لي فيرب داكسيون. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.